متأكدة باللي ربي سبحانه ما خلقكش باه يضيعك، لازم تكوني متأكدة باللي ربي سبحانه راه معاك، وباللي ربي سبحانه ما يكرهكش، وربي سبحانه يحب لك الخير، وربي سبحانه ما ينحي لك حاجة كانت عزيزة بالنسبة لك غير. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، وش راكم حبيباتي؟ صحة رمضانكم ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة إنسانة جديدة، اللي دخلت جديدة دركا نرحب بها ونقولها إذا حبيتي تتعرفي على محتوى السلسلة ولا وش هما المحتويات ولا المواضيع اللي راح نحكي عليهم في السلسلة، درك نخلي لك رابط برومو الحلقة، برومو الدورة عفوا، في صندوق الوصف تقدري تروحي تشوفيه وتتعرفي على المواضيع اللي رايحين نحكوا عليها. إذا حبيباتي كما كنتوا شفتوا في العنوان، عنوان الحلقة اليوم هو علاقتي مع الله. علاقتي مع الله، علاش حبيت يكون موضوع علاقتي مع الله ولا العلاقة اللي تربطك بربي سبحانه من المواضيع الأولى في السلسلة نحو التغيير؟ ما تقدريش تكوني إنسانة جديدة، ما تقدريش تكوني أفضل، ما تقدريش تتحسني في أي مجال من مجالات حياتك إذا ما كنتيش يعني عندك علاقة قوية تربطك بربي سبحانه. يعني علاقتك بربي سبحانه هي لاباز، علاقتك بربي سبحانه هي الركيزة، علاقتك بربي سبحانه هي اللي راح تخليك تتطوري وتتحسني وتحسن لك كامل المجالات. يعني أي حاجة راكي تتمناها ولا أي حاجة راكي حبتها تصدق لك في أي موضوع ما، في أي مجال ما، سواء في قرايتك، سواء في خدمتك، سواء في علاقاتك مع الناس المحيطين بك، أي حاجة أي حاجة، ما تقدريش تتحسني، ما تقدريش تديري خطوة للأمام ولا خطوة أفضل إذا ما كانتش الركيزة ولا علاقتك بربي سبحانه هي الخطوة الأولى اللي تنطلقي منها عبر أنك في رحلة التطور، في رحلة أنك تسعي تحسني في حياتك، في رحلة أنك تكوني إنسانة مليحة في كل المجالات ولا في كل المواضيع اللي إن شاء الله رايحين نحكو عليهم في الحلقات القادمة من هذه السلسلة. يعني بالمختصر ما تقدريش تطوري في حياتك إذا ما طورتيش علاقتك مع ربي سبحانه للأفضل. علاقتك مع ربي سبحانه هي أحسن وأفضل وأجمل علاقة في الدنيا، تحلمي إنها تربطك بطرف آخر، هذه غير فوتيها. كلنا نغلطوا ونبعدوا أحيانا ونتهاونوا في صلاتنا، نتهاونوا في عباداتنا، نقصروا في ديننا، نقصروا في حق أنفسنا بالأصح، تقصري في حق نفسك وتقصري في حق ربي سبحانه كي تبعدي عليه. ولكن لابد ما انك تفطني، لابد ما انك تحسني علاقتك معاه. كي تفطني تحاولي انك تحسني، ماشي غير تفطني وصاي شغل تتقبلي الوضع، تفطني يعني تفيقي باللي راكي بعيدة عليه فتحاولي انك تتقربي. يعني ما يكفيش انك يعني تفطني ولا تفيقي بروحك باللي راكي بعيدة، لازم تديري خطوة انك تقربي له، وكل ما قربتي له يعني ربي سبحانه قال لك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ربي سبحانه كي تقربي له خطوة هو يجيك مهرولا، يقرب لك 10,000. انت جربي شوية برك ودك تشوفي هو كيفاش، تحسي بمعية ربي سبحانه معك، تحسي باللي راه يوقف معك، تحسي باللي ما راحش يخليك. قبل ما نبدأ نهضر في الأساسيات ولا في الركائز اللي راح بيهم تحسني علاقتك مع ربي سبحانه، حبيت نقول لك باللي أول حاجة لازم تكوني متيقنة ومتأكدة باللي ربي سبحانه ما خلقكش باه يضيعك. لازم تكوني متأكدة باللي ربي سبحانه راه معاك، وباللي ربي سبحانه ما يكرهكش، وربي سبحانه يحب لك الخير، وربي سبحانه ما ينحي لك حاجة كانت عزيزة بالنسبة لك غير إذا راه ضامن باللي راح يعطيك ما خير منها بآلاف المرات. كاين بزاف بنات وبزاف ناس عامة كيوقعوا في كاش مشكل ولا تصرى لهم كاش عفسة مش مليحة ويحسوا بالسوء، تقول لك باللي أنا ربي سبحانه ما يشمع ما وش معايا، أنا ربي سبحانه عمره ما وقف معايا، يعني حاشاه سبحانه. ولكن كاين هاد الهضرة، ولابد ما انت مرة من المرات حسيتي بها كي تكوني هكا زعفانة وغاضبة وغيظك الحال، كيفاش صارت لك عفسة مالغري انت نيتك مليحة؟
يكون هذا الحوار بينك وبين نفسك، تقول يا ربي سبحانه علاش راك دير لي كيما هكا، زعما انا وجدرت باش يصرى لي كيما هكا. لازم هاد الوساوس وهاد الهضرات كامل وهاد الحوارات الداخليه تسيد نحيهم نهائيا بالعقل برك، وديري في بالك بلي ربي سبحانه ما خلقكش باه يضيعك، ربي سبحانه ما يكرهكش وما ينحي لك حاجه غير اذا راه متاكد بلي راح يعطيك خير منها الاف الاف المرات. اللي خلق ما يضيع، دائما تفكري بلي اللي خلق ما يضيع. دائما سمعوا هذه الجمله بصح سي انك تخمي في المعنى تاعها، يعني سي انك تركزي فيها ما تسمعيهاش غير هكا برك. اللي خلق ما يضيع، ربي سبحانه ما خلقكش باه يخليك ضايعه ولا باه يقعد معيشك غير في الهم ولا في المشاكل ولا باه تعيشي طوال حياتك وانت حزينه وما لقيتيش ولا ما تفرجتش عليك ولا ما تفرحيش ابدا. هذه الهضره كاع ما كاش منها. ثاني اساس به تطوري علاقتك مع ربي سبحانه الايمان واليقين والثقه التامه بربي سبحانه. هي تقريبا عندها علاقه بالخطوه الاولى اللي حكيت عليها، بصح هذه نقطه صدقيني ماشي اي انسان يقدر يوصل لها. دائما نقولوا بلي سبحان الله ربي كاين وفي الوجود ومنه، بصح قليل قليل وين تلقاي الناس اللي مؤمنه، وماشي غير مؤمنه، متيقنة. اليقين درجة أعظم من الإيمان. متيقنة بواش ولا مؤمنة بواش؟ مؤمنة باللي أي حاجة تصرالي ربي راح يعوضني ما خير منها آلاف المرات إذا سعيت. طبعا راني مؤمنة باللي أي حاجة ماشي مليحة صرات لي في الماضي ربي ما درها لي غير إذا رو على باله على واش راح يديرها، وبلي راح لحكمة ما يعلمها غير هو سبحانه. بصح اكيد مع الوقت راح تفهميها وبالك ما تفهميهاش، بصح راح يجي الخير موراها. لازم تامني بلي اي حاجه راكي حابه ديريها ربي راح يوقف معك. عندك اكزام كاش نوت راكي مليحه هكا حابه تديها، حابه تدي كاش خدمه، حابه تتزوجي بالانسان اللي تحبيه، حابه اي حاجه اي حلم، لو كان ما توثقيش وما تتيقنيش وديري ثقه تامه باللي ربي راه معاك وعلى قد ما تتعبي راح يعطيك ويرزقك من حيث لا تحتسبين، ما راح يجيك والو. ربي سبحانه يقول لك فانا عند ظني عبدي بي. هذه النقطه تاع انك تكوني واثقه فيه ثقه تامه، سواء دخلتي في موضوع يا ربي لو كان يجيني فيه الخير ولا ما يتيسرليش في هذاك الموضوع انا متيقنه باللي مع الوقت راح تيسر لي فيه. المهم هذه الحاجه سواء كانت نتيجه تاعها مليحه ولا ماشي مليحه كوني متاكده باللي فيها الخير ليك. ماهوش يبان دركا بصح مع الوقت دوك يبان، تحسي به مع الوقت وتشوفيه مع الوقت. الحاجه الثالثه ولا النقطه ولا الركيزه ولا الاساسيه الثالثه اللي يعني حابه نحكي عليها اللي هي صلاتك. صلاتك كامل الناس تصلي، وهذه نقطه تقولي لي بلي اميره هذه نقطه بديهيه ولا كامل الناس تصلي ولا على بالنا بها هذه ركيزه الاسلام، بصح حبيت نهضر في تفصيله بالك غايبه عليك شويه. كيفاش راكي تصلي؟ واش هي الطريقه اللي راكي قاعده تصلي بها؟ راكي تصلي غير هكا الله اكبر سبحان مهم فاتحة قل هو الله أحد مهم كاش صورة؟ صح العقل هكا غايب، الخشوع ما كانش، متحسيش روحك بلي راكي مركزة في الصلاة تصلي وبالك مشغول دايما وش كاين. شوفي الخشوع ماشي سهل به نوصلو له، ماشي سهل أبدا أنك توصلي للخشوع التام في الصلاة تاعك. وهذه كبار الصحابة وكبار الأئمة وكبار الناس الطاهرين هما اللي عندهم هذاك الخشوع التام في الصلاة. بصح وصدقين وهذه ماشي حاجة يعني سيئة ولا ربي راح يعاقبنا عليها تاع ان ما نخشعوش في الصلاة، بصح حاولي انك تخشعي في الصلاة، حاولي انك تصليها بطريقة شغل تذوقي، متخليش الصلاة عبارة على واجب باللي وفر وأدن دوك النوض نتوضى النوض نصلي ساي كملتها شغل واجب حاجة محتمة عليا ودرتها. خليها حاجة نبعة من الحب، حاجة نبعة من انك راكي ديريها باش تحسي بها، تحسي بالحلاوة تاعها وبالطعم تاعها، يعني غيري نيتك في الصلاة تاعك. يعني ما تنويش انك تصليها كأنها فرض ولا واجب وفقط، نويها خير ليك، نويها كي تصليها بحب، تصليها يعني بأتم معنى الكلمة، تصليها كما نقولوا على أصولها. صلاة الفجر
قراءة القرآن، يعني هذه الأمور درك بما أن في سيدي رمضان حاولي، يعني ماشي حاجة صعيبة، وصلت الفجر تكون سهلة جدا مقارنة بالأيام الأخرى، يعني خلاف شهر رمضان، فإنك تنوضي بصح في شهر رمضان تجيك سهلة. درك نشوف بلي كاين بزاف بنات صح، علاش مثلا ما تصليش الفجر؟ صح رانا في سيدي رمضان، تسهري حتى 3 تاع الليل ولا 4، كيجي وقت الفجر تروحي ترقدي، علاه؟ من بعد تنوضي 10 ولا ما على باليش، علاش ديري في بالك بلي حنا ما راناش ملائكه وبلي كاملنا غلطوا، بصح كاين فرق بين انسان دائما يعطي الاعذار وانسان يحاول دائما انه يكون مسؤول مع روحه. قال بلي انا نسي ولا نسعى باني نحسن روحي في اي حاجه، ولا في اي حاجه انا راني حابه نطور فيها، مثلا كما انك تنوضي تصلي الفجر ماشي اوبليجي دائما تنوضي دوك انت مولفه السهري ولا كاش عارفه، سي يعني شوفي شغل ما تحتميش الحاجه على روحك، ما شوفي اي حاجه في هذه الدنيا خديها قاعده ما تحتميهاش على روحك، اذا راح تدخلي ودي تدخلي لها شغل وراح ديريها بهذاك ستريس وبهذاك الكره وبلي راح ديريها تاع غير شغل كاين محتم عليك، ما راحش ديريها، ما راحش ديريها بطريقه مليحه، ومع الوقت تلقاي روحك بلي نفرتي منها. حاولي انك كل يوم تنقصي من وقت الرقاد تاعك، يعني كنت نوض انا نوض الخمسة، نحاول اني نقص 10 دقائق، نولي نوض الخمسة قل 10، يعني هكا كل مره نقصي 10 دقائق، ربع ساعه، تلقاي روحك بلي نوضتي في الوقت باه تصلي. النقطه المواليه اللي حابه نحكي عليها هي علاقتك بكتاب الله. دركا رانا في شهر سيدي رمضان، باينه بلي العلاقه كيفاش حتكون، ناس كامل تقرا القران، ناس كامل تحاول تختم. انا كنت محضره هذا الفيديو قبل رمضان، يعني حاولت اني نقول لكم بلي حاولي انه تكون علاقتك بكتاب الله ماشي علاقه انك تصلي فقط سوره الكهف في يوم الجمعه، او انك تطلقي سوره البقره في الدار بانها تتنظف وخلاص. حاولي انه يكون عندك ورد يوميا في القران، يعني دركا ماش نحكي في التفاصيل اكثر لانه احنا دركا في شهر رمضان، نحكو اكثر على كيفاش تقراي القران في شهر رمضان. ما تحاوليش انك تشوفي بلي في الفيسبوك راني نشوف البنات في لي غروب راني ختمت، راني دركا لحقت، دركا عندنا اليوم الثالث في رمضان، راني فت العمران، راني في الانعام، علاش سمعتي راكي تقراي غير باه تزربي؟ ما راكيش تقراي باه تدبري، ما راكيش تقراي باه تفهمي، ما راكيش تقراي باش تحسي بهذيك السكينه تاع القران ما يدخل لك لداخل، ما راكيش تقراي باه تستفادي منه، سمعتي راكي تقراي غير باه تفوتي باه تقولي ساي سي بون دي باسيت، اني كملت البقره، اني كملت ال عمران، اني كملت الانعام، ماشي كيما هكا، معليش حتى لو كان ما تختميش، المهم قراي. النقطة الموالية اللي راني حابة نحكي عليها حبيبتي اللي هي مشاهدة فيديوهات تثقيفية ودينية. متقدريش تيماجينيو، متقدريش تعرفي شحال هاد النقطة ولا شحال انك تشاهدي فيديوهات تثقيفية ولا دينية، ميكونوش هادوك الفيديوهات تاع دوك المشايخ المتشدين في الدين اللي كي تدخلي تفرجي في الزعوك ويرهبوك من الدين تاعك، يعني كاين برامج ملاح فيهم فايدة كبيرة. انا ننصحك سيرتو دوكا كي راهي في شهر رمضان الفضيل، كاين برامج يعني رائعة بمعنى الكلمة. انا كاين زوج اللي نتبع لهم، الدكتور عمرو خالد والداعية مصطفى حسني. شوفي هادو زوج ديجا راهو عندهم برامج في هذا سيدي رمضان. كاين ايضا نسيتو فهد الشقيري ولا المهم الشقيري نسيت اسمه، اللي راهي متبعه ولا تصحح لي تحت في الكومنتار، واللي عندها ثاني فيديوهات ولا عندها برامج دينيه مليحه تحس بلي هي مفيده تفيدنا بها تحت في الكومنتار، وتقول فوالا بنات هذا البرنامج اسمه كذا، وثاني تحطي معاه الوقت اللي يجي فيه ولا وين راكي تبعي في يوتيوب ولا القناه اللي راكي تبعي فيها. و كنت حنطفي الكاميرا حسب لي بلي حبس الفيديو، ما غاديش ندير المونتاج، ما راحش نحي هاد لابارتي. وتقراي ثاني كتب ايضا كتاب فاتتني صلاه، يعني هادو هما انا اللي نعرفهم، كاين كتب واحده اخرى بصح راني نسيتهم. ثاني اذا كاين وحده فيكم قرات كتب دينيه ولا هاي بصدد قراءه كتاب ديني حاليا في شهر رمضان وحست بلي فيه فايده وبلي مليح وينفع البنات،
اعتبريها كصدقة جارية وحطي هنا تحت في الكومنتار. ايضا حبيت نسيت حاجه في النقطه تاع قراءه القران. كي تكوني تقري في القران وحسيتي باللي كاين ايه لفتت انتباهك وحبيتي جاك هكا الشغف ولا جاك فضول بانك تفهميها، رفدي هذيك الايه كيما راها وروحي طابي عليها في يوتيوب. في يوتيوب خير من جوجل، خاطر كي تلقاي هكا الشيخ يهضر عليها شغل يفهمك خير بلي تقري عليها كاش مقال. حاولي انك تشوفي ايضا السيره النبويه، تعرفي على السيره تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا ما نعرفوش مع الاسف، ما نكذبوش على رواحنا ونذكروا حقيقه انه كاين بزاف مسلمين وما يعرفوش للاسف حكايه الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا كيفاش كانت حياته، ولا كيفاش كانت تعاملاته، ولا اصلا السنه وش فيها. فحاولي يعني كي تحسي روحك بلي عندك نقص في الجانب من الجوانب حاولي انك تطوريه. عندنا ثاني الاذكار مهمه جدا. ما تقدريش تيماجيني شحال مهمه الاذكار. ودخلي ثاني طبي في الانترنت وشوفي اهميه الاذكار وش هو الفوائد تاعها وش هما الفضائل تاعها. عندك حاولي انك يوميا سيرتو في وقت السحر، يعني بعد التراويح، ولا يعني هذاك هو احسن وقت. ولا شوفي الاذكار تحصنك، الاذكار تحميك، الاذكار تسهل لك، الاذكار ما تقدريش تيماجيني. يعني شوفي وزيدي ابحثي على الفوائد تاع الاذكار يعني. وحاولي هكا في شهر رمضان اديه فرصه باش انك تتعودي على الذكر، لانه احنا ثقافه الذكر ولا سنه الذكر غايبه علينا مع الاسف. يعني اذكار اليوميه هذه، اذكار الصباح ولا مساء، تحمينا تحصننا حنايا. فحاولي انك في رمضان تكتسبي هذه العاده الايجابيه. وثاني في وقت السحر شغل واش كنت حنقول يا ربي، حاولي انك ديري 50 استغفر الله 50 مره، هي من افضل 100 اللي سمالي كامل يجوك فايت الألف. بصح انت بدأي غير بلعقة 30 ولا 50، 50 ولا 30 استغفر الله، 50 لا إله إلا الله، 50 سبحان الله، 50 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 50 الله أكبر، 50 الحمد لله، 50 يعني كل واحدة منها 50 50. وتقدر مع الوقت يبدأ لسانك يوالف زيدي كملي. كاين تاني البرنامج في رمضان اللي قبل اللي فات نورمالمون الدكتور عمرو خالد يهضر على كل ذكر وشو الفضائل تاعو، ديري في اليوتيوب يخرج لك بإذن الله، هذا مليح بزاف. وثاني حاولي انك تكوني تذكري ما تقرايش كيما هكا شغل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله. حاولي انك تكوني تذكري تكوني مركزه ومكونسونطري، شغل حسي بلي كاين كونتاكت بينك وبين ربي سبحانه. يعني غير ما تخليش غير لسانك يتحرك برك، شغل قرايها هكا بحب، قرايها من الداخل، شغل خليها عباده قلبيه ماشي غير تهضري شغل غير بفمك برك وتعاودي صلاتي، شغل ما تحسي والو. وشوفي غادي تعرفي تحسي بالحاله، واحد الحاله ما تقدريش تيماجيني في قراءه القران والاذكار، يعني ما كانش كيف هيكذب عليك الكاتب. فوالا هنا نكون كملت الفيديو تاعي، هذو هما النقاط اللي كنت حكيت عليهم. نعاود نذكر شو النقاط اللي حكيت عليهم. حكيت على علاقتك بربي سبحانه، باللي ديري في بالك باللي ربي سبحانه مستحيل انه يتخلى عليك. ديري في بالك ثاني ولا النقطه الثانيه اللي هي صلاتك، حاولي انك تصليها بخشوع، حاولي انك تدخلي الانترنت، حاولي تصحي صلاتك. شوفي ما كاينش اللي معفو من الخطا، احنا كامل عندنا اخطاء في الصلاه تاعنا. دائما سي انك تحسني ولا تكتشفي تشوفي اخطاء في الوضوء، اخطاء في الصلاه، وراح تحيري تقولي سبحان خطر الله احنا تعلمنا صلاه من الصغر، سبني درك كان قادر يكون كاين اخطاء، حاولي انك تدركيها. النقطه الثالثه اللي هي صلاه الفجر ولا الاذكار، علاقتك بالقران، مشاهده فيديوهات تثقيفيه دينيه، قراءه الكتب الدينيه، السيره النبويه والاذكار. فوالا هذو هما النقاط اللي كنت حابه نحكي عليهم. رجاء اذا حسيتي بلي الفيديو فادك ما تبخليش انك تبارطاجيه وتبعثيه لخواتاتك لصحاباتك، بارطاجيه. يعني ما تبخليش، انويها صدقه جاريه كما انا نويت اصلا هذا الدوره. ان شاء الله نتمنى انه هذا الفيديو يكون فادكم، ان شاء الله السلسله تكون عجبتكم. ما تنساوش اصلا ولا ما تتجاهلوش اني نستنى تعليقاتكم حول كل حلقه راني نبثها باش نعرف واش هما اخطاء ولا واش هما الامور اللي راكم حابين نزيد نحكي عليهم، ولا يعني جينيرالمون اعطوني رايكم حول الفيديوهات.
صحة فطوركم، صحة سحوركم، يعني أي وقت شفتوا في هذا الفيديو ما تنساوش باش تابونوا في العشان، خاطر كاين بزاف بناتي يدخلوا يشوفوا الفيديو بصح ينساو باهي أبوني والعشان، هكا باه كل حلقة جديدة تهبط لكم. ما تنساوش ثاني تخلوا لي تعليق حول رأيكم على الحلقة ولا تعليق كدعم. هذا ما كان، إلى اللقاء، إذا نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله.